أهلا بكم. موقع العربي الجديد وحقوقيين كثر في الحقيقة نشروا عن أنس محمد البلتاجي ابن الدكتور محمد البلتاجي أن هناك تنكيل جديد لأنس، أنه تم نقله صورة تظهر قدام حضراتكم من الموقع أن أنس تم نقله أيضا من سجن بدر 3 لسجن بدر 1 دون ملابس ولا أكل أو متعلقات شخصية كنوع من العقوبة المضافة. وأسرته قالت أيضا أنها حصلت على نفس المعلومات بتفيد بنقله من سجن بدر 3 لسجن بدر 1. إيه اللي بيحصل مع أنس البلتاجي وليه بيحصل وإيه التفاصيل عن اللي النظام المصري بيعمله معاه؟ خليني أرحب عبر الإنترنت بالأستاذة سناء عبد الجواد والدة أنس البلتاجي. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بك يا فندم. إيه التفاصيل يا فندم؟ إيه اللي حصل مع أنس؟ والله احنا للاسف احنا ما عندناش اي تفاصيل بالمره عن انس ولا عن الدكتور محمد من ساعه نقله لبدر. احنا في الاول عرفنا ان هو راح بدر 3، وبعدين بعد كده في الاخر عرفنا ان هو اتنقل من بدر 3 لبدر 1، مش عارفين برضو ليه. المهم مش عارفين حتى مكانه فين. انا بس المعلومه ديت ان هو بدر 1 وخلاص، يعني مش عارفه فين بالظبط مكانه بدر 1. يعني ففي بدر 1 في ناس كتير عندهم زيارات وبيدخلوا ادويه وبيدخلوا يعني اكل كده. طبعا مش كله، هو يعني عدد في من المسجونين في بدر 1 يعني. لكن احنا حاولنا من اسبوع كده او من 10 ايام ان احنا ندخل عن طريق المحامي، ندخل من حق أنس ان هو يدخل له يعني وجبة كل فترة معينة، أو غيار مثلا تقيل في الشتاء أو بعض الأدوية وهكذا. لكن للأسف رفضوا أن هم يدخلوا أي حاجة خالص، وقالوا مش مسموح. يعني النظام هنا مختلف خالص في بدر 1 يعني، وما فيش حاجة خالص، ورفضوا تماما أن في أي حاجة تقيله. من يعني من تقريبا من 3 ايام كده جالنا خبر من المحامي او من بعض الاهالي، عرفنا ان انس في التاديب متعاقب يعني، وانه في كلام انه ممكن يكون مضرب عن الطعام. انا للاسف ما عندناش اي معلومه لا تاكد ولا تنفي الخبر، هل هو يعني دخل التاديب فبالتالي اضرب عن الطعام احتجاجا على انه هو يعني بيعاقبوه بزياده ودخلوه التاديب، ولا يعني ايه بالظبط الوضع. انا للاسف ما عندناش مفتقدين لاي معلومه، لان ما فيش اي معلومه بالمره بتطلع من بدر. واحنا في نفس الوقت انا من حقي ان انا اعرف ابني فين بالظبط، واعرف ان ابني ليه بيتعاقب، هو ليه في التاديب يعني. وكأن يعني هو أنس مرفه قوي في السجن، فكمان بيزودوا عليه الـ 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 يعني العقوبة فبيدخلوه التأديب. هو في تأديب إيه أكتر من اللي هو فيه؟ أنس يعني الشهر اللي جاي كده هيبقى بقاله 10 سنين محبوس ولا حاجة يعني. أنس أخذ كتير جدا براءات، 4 أحكام بالبراءات وعدة أحكام بالإخلاءات سبيل من ومع ذلك يرجع يتجدد ويدور على نفس القضية تاني. يعني 10 سنين يضيعوا من عمر شاب كان لسه ما كانش لسه أنس كمل 20 سنة. أنس لما أتم اعتقاله كان عنده 19 سنة ونص، فيعني 10 سنين من عمر الشاب يضيعوا بالشكل دوت، مين يدفع ثمن ال10 سنين دول؟ يعني أنا مش عارفة. كفاية كده، أنا بقول كفاية كده انتقام يعني، أكتر من 10 سنين عايزين إيه أكتر من كده؟ خرجوا أنس بقى، كفاية كده يعني، لملم حياته وكفاية انتقام لغاية دلوقتي يعني. طيب المحامين فين يا فندم؟ يعني هو في محامين بيروحوا سجن بدر 3 أو سجن بدر 1 ولا لأ مش بيسمح ليهم أصلا يقابلوه؟ انا بقول لحضرتك استاذ سام، هو المحامي احنا مفروض ان هو المحامي اللي هو مسؤول عن انس او اللي هو متابع القضيه راح بالفعل عشان يدخل اكل او يعرف حتى مكانه فين. لا وافقوا ان هم يعرفوهم انس مكانه فين، ولا وافقوا بدخول ادويه ولا ملابس ولا بعض الطعام، حاجات البسيطه، كل ده وقت اترفض نهائي. واحنا للاسف ما عندناش اي معلومه عن انس. انا بالظبط بقول ان هم كانوا مختفيين قسريا، انا ما اعرفش عنهم حاجه، فبالتالي كل اللي نعرفه ان هم في بدر، فين في بدر ولا ايه اللي بيحصل معاهم، ولا نعرفش للاسف اي حاجه خالص عنهم يعني. انا بعيد تاني وازيد في الكلام اللي احنا بنقوله كل شويه، ان احنا من حقنا ان احنا نطمن على اهالينا. يعني كفاية الظلم اللي واقع عليهم، من حقنا ان احنا نطمن عليهم، من حق السجين اللي هو وفق القانون ولوائح السجون ان هو يبقى معاه في اتصال باهله تحت مراقبتهم طبعا، يعني ما فيهاش كلام ان احنا نطمن على ابني. المفروض ان انا اطمن على ابني، اطمن على زوجي، نطمن على اهالينا اللي جوه، هو ايه اللي بيحصل معاهم بالظبط،
ان هم عايشين ولا ميتين وايه اللي بيحصل معاهم جوه بالظبط. ده حقنا وفق القانون، لكن للاسف هنتكلم على قانون ايه وما فيش لا في حاجه بتطبق لقانون ولا في اي حاجه، احنا في شريعه الغاب يعني. انتوا اخر تواصل تم مع انس او مع دكتور محمد كان امتى؟ انا تقريبا دكتور محمد انا بالظبط كده تقريبا سنه ما اعرفش عن الدكتور محمد اي حاجه بالمره خالص، من ايام ما كان لسه في العقرب يعني. كان احيانا لما كان بيبقى فيه جلسات كنا بنعرف يعني، بيطلع في الجلسات ففي بعض المحامين بيدخلوا الجلسات فبنعرف نطمن ان هو الحمد لله ايه صحيح ما فيش كلام، وما بيبقوش الرؤيه طبعا مش واضحه لان هو من خلال الزجاج العاكس دوت اللي هو طبعا متعمد ان احنا عشان ما يشوفوهوش بشكل طبيعي يعني. لكن يعني كان في اي نوع من التواصل كان المحامين بيطمنونا ان هو موجود في الجلسه، فدي بالنسبه لنا كانت كده ايه يعني حاجه نطمن خلالها يعني. اتكلمت تقريبا من سنه، لكن طبعا وفق النظام الجديد ما بقاش فيه جلسات، ما بينزلوش جلسات دلوقتي، الموضوع اللي هو عبر الشاشات دوت فما بينزلوش اصلا جلسات، فاحنا ما نعرفش عنه اي حاجه تقريبا بقاله كده اكتر من سنه يعني. انس برضو من ساعه ما اتنقل لسجن بدر للاسف احنا ما نعرفش عنه اي حاجه بالمره خالص، بس هي المعلومه ان انا عرفت ان هو في بدر 3 وبعدين اتنقل من بدر 3 لبدر 1، واللي انا عرفته دلوقتي ان هو في التاديب. انا ليه في التاديب؟ انا مش عارفه في التاديب ايه اكتر من ان هو حبس 10 سنين بمنتهى الظلم والعقوبه اللي هو بيدفع ثمن حاجه هو اصلا ما عملهاش وهم عارفين كده كويس. انا مش عارفه في الاخر اودي انا هو بناشيتهم على الهوا اقول لهم لو ينفع ان احنا يتم تبادل انا مستعده ان انا افدي انس وطلعوا انس وخدوني انا بداله. انا مش يعني كل المنظمات الحقوقيه تواصلنا معاها والكل بيناشد الحقيقه يعني، محدش اثر للاسف خالص في قضيه انس، الكل بيناشد زي ما شفنا كل الفتره اللي فاتت كل المنظمات الحقوقيه بتطالب باخلاء سبيل انس لان هو انس ما عندوش اي تهمه حقيقيه، واللي بيمارس مع انس هو انتقام ليس اكثر ولا اقل يعني. ربنا يطمنكم عليه وعلى دكتور محمد البلتاجي. بشكرك شكرا جزيلا استاذه سناء عبد الجواد والدة أنس البلتاجي. لو ينفع يحصل تبادل اعملوه، لكن للأسف احنا بنخاطب نظام لا عقل ولا ضمير ولا أي حاجة خالص ولا عنده عدالة. زي ما قلنا مؤشر العدالة بيقول ان احنا في المركز 135 من 140 دولة.